طيب سيد مدراء التلفزيون الرسمي الإيراني يعلن عن أن طهران تستعد الآن لدعم نظام بشار الأسد بصواريخ ومنظومة دفاع جوي من أجل التصدي للغارات الإسرائيلية، بماذا تعلق على هذا الأمر؟ أولا إسرائيل هي لم تقوم بقصف مواقع نظام الأسد في سوريا، وهي لم تقوم بقصف القواعد العسكرية والنقاط العسكرية لنظام الأسد. إسرائيل هي تقوم بقصف القواعد العسكرية الإيرانية، الميليشيات الإيرانية، النقاط العسكرية الإيرانية. إسرائيل تقف ضد إسقاط نظام الأسد، وحتى الآن هي ترفض أن يتم تطبيق القرارات الدولية بالقوة على نظام الأسد. إسرائيل هي التي سمحت للكثير من العصابات الإرهابية بالتدخل في سوريا من أجل إنقاذ نظام الأسد، هي التي سمحت حتى لروسيا بالتدخل في سوريا من أجل إنقاذ نظام الأسد. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، إيران بدلا أن تقوم بإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية، هي قامت بإرسال الأسلحة والطائرات المسيرة، وهي موجودة حاليا في محافظة دير الزور، وكذلك في مطار حلب، وفي بعض القواعد العسكرية في البادية الشامية. هي وضعت الطائرات المسيرة ووضعت الصواريخ والأسلحة ضمن مغلفات مكتوب عليها مساعدات إنسانية وإغاثية، ولكن بالحقيقة هي أسلحة من أجل قتل الشعب السوري، من أجل تدمير سوريا، من أجل محاربة الثوار في سوريا، كذلك من أجل المحافظة على بقاء نظام الأسد حتى هذا اليوم. ولذلك نحن نحذر دول العالم على أن إيران بحجة إدخال مساعدات إنسانية وإغاثية هي تقوم بإدخال المساعدات العسكرية والأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة إلى نظام الأسد وإلى الميليشيات الإيرانية المتواجدة في سوريا.